اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا، واجعله شهر نصر وفرج ورزق وفير. اللهم اجعل أول أيامه تفريجا لهمومنا، واستجابة لدعائنا، وشفاء لمرضانا، وغفرانا لموتانا، ونصرة لكل مظلوم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.